مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز. قمة كروية بين تشيلسي ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي. تفاز يحتفظ بلقب العالم للوزن الخفيف في الملاكمة بعد فوزه على غارسيا. نشرة رياضية جديدة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تقام اليوم 4 مباريات في الجولة 12 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق حرس الحدود مع الإسماعيلي، ويحل فريق أسوان ضيفا على البنك الأهلي، ويواجه سموحة ضيفه فاركو، ويلعب فريق طلائع الجيش مع ضيفه المقاولون العرب. حقق فريق بيراميدز فوزا ثمينا على ضيفه غزل المحلة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 23 نقطة ليصبح في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند 18 نقطة متراجعا مركزا واحدا ليصبح في المركز السادس. وفي الجولة ذاتها حقق المصري البورسعيدي فوزا صعبا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، وهذا الفوز هو الرابع خلال الموسم الحالي للمصري ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بالدوري الممتاز، بينما تكبد الاتحاد السكندري الخسارة السادسة له في الدوري ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب بالمركز السادس بنفس الرصيد من النقاط. وفي استاد القاهرة الدولي فاز فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد كليوباترا عند 15 نقطة في المركز الثامن. فاز المنتخب القطري على نظيره الكويتي بهدفين دون مقابل في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الثانية بكأس الخليج التي تستضيفها العراق. منح عمرو السراج التقدم لقطر في الدقيقة 23، بينما عزز أحمد علاء التقدم لفريقه في الدقيقة 38 لتتصدر قطر المجموعة بثلاث نقاط متفوقة بفارق الأهداف على البحرين حاملة اللقب. فاز المنتخب البحريني على الإمارات بهدفين مقابل هدف في مباراتهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من خليج 25. سجل للبحرين كميل الأسود في الدقيقة 60 وجاسم الشيخ في الدقيقة 77، فيما أحرز هدف الإمارات سبيستيان ناتيغالي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
يختتم منتخب السعودية استعداداته لمواجهة العراق الاثنين في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية. وسهل المنتخب السعودي مشاركته بالفوز على نظيره اليمني بهدفين دون رد، بينما افتتح منتخب العراق مشواره بتعادل سلبي أمام سلطنة عمان. وعالميا يواجه فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي اليوم ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتقام المباراة على ملعب الاتحاد في 6:30 من مساء اليوم. وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزا صعبا على نظيره تشيلسي بهدف دون رد سجله الدولي الجزائري رياض محرز في قمة الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز. قال غوارديولا إن مواجهة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضه أمام تشيلسي ستكون مختلفة عن الفوز بهدف للا شيء الذي حققه في الدوري الإنجليزي. أولا أفضل بالنسبة لنا مواجهة تشيلسي في أرضنا وأمام جماهيرنا بعد الفوز، هذا أفضل بكثير. بالتأكيد المواجهة ستكون مختلفة وتنتظرنا تحديات كبيرة وربما نغير شكل اللعب. أنا لا أعرف، أعلم أنهم عانوا من الإصابات التي تعرض لها لاعبين مهمين أصيبوا، لم يكن جورجينو موجودا، لم يكن ماسون ماونت موجودا، لا أعرف سبب ذلك. قال غراهام بوتر مدرب تشيلسي أنه يحصل على الدعم الكامل من مالك النادي على الرغم من سلسلة النتائج الصعبة في الأسابيع الأخيرة خلال فترة تدريبه للفريق. أعتقد أن بيب غوارديولا كان هناك في مانشستر سيتي لمدة عام قبل أن يفوز بأي شيء. بعد ذلك من الواضح أن مايكل أرتيتا في أرسنال ويورجن كلوب في ليفربول استغرق بعض الوقت للفوز باللقب، لكن من الواضح ربما يكون الأمر مختلفا بالنسبة لي لسبب ما، لكنني لا أضع جدولا زمنيا عليه. أنا أعلم المسؤولية التي تقع على عاتقنا هنا، لكنني أعلم أيضا أنني قادر وأعرف الجودة التي أمتلكها، ولدي الدعم الكامل بالتأكيد من المالكين واللاعبين وطاقم العمل هنا. تعادل فريق ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون بهدفين لكل منهما في الدور 64 من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وجاء هدف ليفربول عن طريق داروين نونيز ومحمد صلاح. وشهدت المباراة أخطاء كارثية من حارس ليفربول أليسون بيكر والذي تسبب في هدفي ولفرهامبتون الأول والثاني ليتم اللجوء لمباراة الإعادة. ناقش يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول أخطاء حارس مرمى أليسون بيكر التي تسببت في هدفي ولفرهامبتون، كما اعترف مدرب ليفربول بتعاطفه مع ولفرهامبتون بعد إلغاء هدف مثير للجدل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد. في البداية هيمنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد وحاولنا أن نصنع الفرص في أول 20 إلى 25 دقيقة. لا أعرف متى سجلوا أهدافهم، قام إليسون بالخطأ وتمرير الكرة لأقدامهم، لذلك يمكنك أن ترى أن ذلك الموقف المزعج أثر على المباراة. لقد أصبحوا أكثر ثقة، لقد لعبنا نوعا ما حسنا لكن ليس مقنعا حقا. الهدف الذي سجلناه كان رائعا، كان لدينا عدد قليل من الكرات الجيدة التي لعبناها وبعض المواقف الجيدة، لكن في المباراة بأكملها لم أعتقد أننا فزنا بما يكفي أن نكون صادقين.
حقق فريق فياريال فوزا ثمينا على ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 16 من الدوري الإسباني. الفوز هو الثامن هذا الموسم لفياريال ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، بينما تكبد ريال مدريد الهزيمة الثانية له بالليغا ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر. لخص كارلو أنشيلوتي أداء فريقه بدقة معترفا بأنهم لم يؤدوا، حيث خسر ريال مدريد للمرة الثانية فقط هذا الموسم بهدفين لهدف أمام فياريال في الدوري الإسباني. أعتقد أن المباراة كانت مباراة متكافئة للغاية، تنافس الفريقان بشكل جيد. أعتقد أن فياريال لعب بشكل أفضل منا. كان المفتاح هو أننا لم ندافع جيدا في جانبنا من الملعب، لم نكن قويين بما فيه الكفاية، تركنا بعض المساحات واستغلوها. لقد لعبوا مباراة جيدة على مستوى عال للغاية، ولم نكن قادرين على اللعب على هذا المستوى، ولا سيما دفاعيا. أعتقد أننا كنا خطيرين في الهجوم، لكن في الدفاع سمحنا لهم بالسيطرة على المباراة وبعض الأشياء التي نقوم بها بشكل جيد بشكل عام. يحل فريق برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد اليوم في الجولة 16 من الدوري الإسباني، ويبحث فريق برشلونة عن الفوز لمواصلة التربع على الصدارة في ظل المنافسة الشرسة مع ريال مدريد، بينما يسعى أتلتيكو مدريد للانتصار للتعمق في المربع الذهبي للدوري. ألمح دياغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إلى أن لاعب الوسط بابلو باريوس البالغ من العمر 19 عاما قد يبدأ أساسيا في مواجهة برشلونة متصدرا ترتيب الليغا. نحن سنواجه برشلونة، الفريق الذي يقدم مباريات رائعة في الدوري الإسباني، كما أنه الفريق الذي قدم أكبر عدد من اللاعبين للمنتخبات التي شاركت في كأس العالم الأخيرة، ومدربهم لديه أفكار جيدة جدا حول طرق اللعب المتطورة، وهو فريق يلعب بشكل جيد للغاية. كرة القدم تعتمد فقط على الشخصية والقدرة على الحفاظ على الهدوء وعلى الثقة التي يتمتع بها كل لاعب في نفسه، لذا لن يكون هناك أي حديث عن تواجد باريوس في التشكيلة الأساسية. أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أن فوز النادي الكاتالوني على أتلتيكو مدريد في متروبوليتانو سيكون بمثابة الرد على كل الانتقادات التي طالت أداء الفريق في الفترة الأخيرة. المباراة القادمة هي أهم مباراة، إنها تتعلق بالحصول على 3 نقاط، ولكن لن تقرر مصيرنا في الدوري الإسباني، لكن الفوز على استاد متروبوليتانو يمثل مطلبا هاما بالنسبة لنا. إنه شيء لم نقم به منذ عامين، إنه ملعب صعب، لديهم دفاع صلب، دييغو سيميوني مثالي في استراتيجيته الدفاعية، ستكون مباراة صعبة جدا بالنسبة لنا. تعادل فريق ايندهوفن مع فريق سبارتا روتردام بدون أهداف في الدوري الهولندي، وشهدت المباراة إلغاء ركلة جزاء لفريق ايندهوفن عن طريق تقنية الفار، وبهذه النتيجة تقدم ايندهوفن للمركز الثاني في الترتيب العام بفارق نقطتين خلف المتصدر فريق فاينورد. تغلب فريق بوستون سيلتيك على فريق سان أنطونيو سبيرز ب 121 نقطة مقابل 116 نقطة، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وقاد فريق بوستون في الفوز بالمباراة اللاعب جايسون بتسجيله 34 نقطة، وهذا هو الفوز السادس لفريق بوستون في آخر 8 مباريات. The way
that he affected the paint area, the way that he was active on the offensive glass. See, this is when you go into halftime. See, that's... حافظ دافيس عن لقب بطولة العالم للوزن الخفيف في رابطة الملاكمة العالمية بعد فوزه على هكتور لويس غارسيا. تمكن دافيس رسميا من الاحتفاظ بلقب البطولة بعد خوض 8 جولات. عزز ناصر العطية حامل اللقب صدارته للترتيب العام لرالي داكار عقب انتهاء المرحلة السابعة، حيث وسع الفارق عن أقرب مطارديه إلى 1:01، وشهدت المرحلة فوز يزيد الراجحي بالمركز الأول رغم انطلاقه من المركز 39 متقدما بفارق 3:14 أمام منافسه الفرنسي. حققت أرينا سابالينكا لقبها رقم 11 في بطولات اتحاد لاعبات التنس للمحترفات بتغلبها 6-3 و7-6 على منافستها التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا بنهائي بطولة أديلايد الدولية، ونجحت سابالينكا في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ نحو 2 في دفعة معنوية كبيرة قبل بطولة أستراليا المفتوحة. فاز الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقب بطولة أديلايد الدولية للتنس، وذلك عقب تغلبه على الأمريكي سبيستيان كوردا بمجموعتين مقابل مجموعة، ويسعى جوكوفيتش لتعزيز رقمه القياسي بلقب 10 في أستراليا المفتوحة التي تنطلق الشهر الجاري. أعلن منظم بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تنطلق في 16 من يناير الحالي انسحاب ناومي أوساكا البطلة مرتين دون الخوض في تفاصيل، ويأتي انسحابها بعد يوم واحد فقط من انسحاب الأمريكية فينوس ويليامز الحائزة على 7 بطولات كبرى بسبب الإصابة في ضربة مزدوجة للمنظمين. On the brink. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم سارة سراك، شكرا على طيب المتابعة.